في معركة 13 جندي كمين اللي راحوا بيها 19 واحد، كان هو حياة نضال اللباني وحياة الله يرحمه محمد مشارقة، فضل من الله عز وجل، قتلوا ضباط وجنود. فقلت اصبر لك شوي يا ابا يا حبيب، الله يرضى عليك، بعدك حسب اول شبابك. قال لي يا ابا اصحابي كلهم الحمد لله استشهدوا، يعني بضل السنه وين انت؟ خلص يا ابا انا اتوقع على الله واللي ربنا كاتب بده يصير، والحمد والشكر لله الواحد قهار. ويعني عمليا المقاومه مستمره باذن واحد احد، ما راح يوقفها لا شهيد ولا جريمه ولا جريمتين ولا ثلاث. وتعودك يا صهيوني فوت تقتل بدم بارد،